دوز زيت عندي السبعة عندي برتقالي أصفر أو أصفر برتقالي مزيان 21 12 تفهمنا مزيان علاش عندك ليالي ولا ليالي بغيتش فهمتيني مين بقيت انا ورطني اللون وبقيت كندير فيه بعينيا بان ليا هذاك راه 38 معايا شكون عرف شنو هي 38 ذهبي مزيان انا كما كسوسوالي ولا نامبورت ولا ديكابيت شعر كامل فيه خصو يوصل ليا الشعر خصو ليا الاصفر 30 هاي ولا وراتها ليا في الكتالوج اش فاتني بغيت ميشات في هذا اللون مزيان تالي انا شنو خاصني ندير خاصني ديكابي الشعر تالي نولي شوفوا عاود تاكد شوف التليفون الا تلفت كنهز تليفوني وكنمشي نديرو مع الشعر ماشي عيب ماشي تليفوني وندير الحاجه اللي وصلت ليها الشعر واش هكا حيت العين بعض المرات كتخدع فهمتيني ولا كنشق ما خصها والو ندير هكا تعلمت كاع نصاوب ميشاط نديكابيهم ونخليهم في الصالون عندي محطوطين نحطهم فوق الشعر نشوف حتى لهنا مزيان فهمنا هذا الاصفر كما قلنا هنا شنو غنحتاجو اول حاجه نحتاجو سيبور اللي هو الواحد اللي هو انا هنا درجه وصلت 8 سيبور شنو هو والثمانية فاصلة جوج داعم هذاك هو الاساس هو الاولاني خاصو يكون 8.2 صافي ديال شنو عندي لهاد الكليانه اول حاجه اللي هي 8.2 من مورا ديكاباج اكيد كاملين القليل اللي غيلقى 8.2 كاملين غالبا كنحاولوا نخدموا ب 8.21 اللي هي اقرب فهمنا حتى الا ما لقيتش 8.2 كنخدم ب 8.21 كتكون اقرب اولا تنشكر مساء الجهه على هذا اللقاء هذا اليوم كما كتعرفوا الغرفه دائما على تنظيم عدد ديال التكاوين على المستوى الجهوي اليوم كان عندنا واحد سميتو واحد شراكه مع مجلس الجهه مع الوزاره الوصيه باش نحاولوا نضموا هذه الدوره هذه اللي هي كتهم الجهه كلها وسبعة الاقاليم الجديد في هذه الدوره التكوينيه هو دزنا للقطاع الخدماتي في الغرفه باش نحاولوا توا نعطيوه القيمه ديالو الخاصه بدنا نزولا عن طلب واحد العدد ديال المهنيين واحد العدد ديال اعضاء الغرفه دائما كنا كنخدموا مع الانتاج اليوم دزنا الخدمات اليوم حلينا على مدينه تماره اللي اليوم راهما في راه كما كتشوفوا راهما في دوره تكوينيه على الحلاقه وعلى على صباغات الشعر والى اخره كذلك عندنا في الهواتف المحموله كذلك عندنا في الحجاره كذلك عندنا في الخياطه المهم واحد العدد ديال المهن اليوم اللي كتستفد الباتيسري كذلك شكرا المهم عدد المهن اللي كتستفد اليوم من هذه الدورات التكوينيه وهذا كله كيجي في اطار الجهود اللي كتبذلها بلادنا للنهوض بالقطاع والنهوض باليد العامله وتطوير مهارات اليد العامله حتى يتسنى لنا ان نكون في مصاف الدول اللي هي غادي في هذا المنوال هذا ديال تطوير العامل ديالها وتطوير المنتسب لهذ المؤسسات هذه. تكونش من مجموعه من المدن في الجهه الخميسه تكون لا جميع الاقاليم سبعه الاقاليم كلها كتشمل هذا التكوين هذا راه اليوم ان شاء الله وصلنا تقريبا 1000 المتكون اللي غيتكونوا في هذه الدوره هذه في جميع واحد العدد ديال المهن وان شاء الله راه حنا بصدد تنوجدوا ان شاء الله لواحد دوره تكوينيه اخرى دائما مع الجهه ودائما مع الوزاره الوصيه باش نحاولوا نزيدوا مهن اخرى اللي غادي تكون حتى هي عندها واحد اللي تكون مطلوبه عندنا في السوق واللي تكون اللي مشتو دابا واحد العدد ديال الاحياء الصناعيه كتمنى اللي من النوع الكبير بوقنا هاد ولا في قنيطره ولا في الخميسات حنا بحال قلت لك كنوجدوا لهم يد العامله اللي عندها ديك اللي كفاءه باش تكون ان شاء الله تخدم في هاد الاحياء الصناعيه. شكرا.